السلام عليكم اخوان. واحد البارح كان جاتني واحد اودي اطروا، اودي اطروا الفلفله فيها مشكل، الفلفله ديال الروفو كتبقى خدامه بلا ما دير كونتاكت لا والو، الفلفله ديما خدامه، يعني ضروري صحيح ديال الفيش تتصاوب ديفو اللي المشكل اللي فيها كتبقى ديما خدامه، حيد كونتاكت ولا بلا كونتاكت ولا ديما خدامه، حتى مول السياره اضطر انه يحيد الفيش ديالها لان تبقى ديما خدامه ما كتسكتش. اذا الفلفله حنايا غنشوفوا ليستوريك في اللانش، نشوف لي ستوريك شنو باش تبعو الديفو من الاول، لان ما كانش الوقت وما صورناش السياره، حسبنا غير لي ستوريك. لي ستوريك كتدخل ليه بالنسبه للانش، راه ديما تنقول لكم كاين هنايا هي اش اي ستوريك، كتدخل ليها وكتشوف هنايا السياره الاخرى. اذا كما كتشوفوا كاين هنا غروند بيترو سي 4 رونو كونغو، نشوف الاودي اودي، نشوف الاخرى فين هي، هذه هي هذه اودي. اذا السياره هذو هما الديفوات اللي كانوا هنا الديفوات، كاين اكتيفاسيون دو فونتيلاتور دو راديتور ا كوبور كوتيك ولا ماس، وكاين ترانسميتور دو دو تمبيراتور دو ليكيد دو روفواليسمون سينيال تروز امبورطون. جوج ديال الديفوات اللي كاينين هنايا، واحد اكتيفاسيون دو فونتيلاتور دو راديتور كوبور كوتيك ولا ماس، وواحد ترانسميتور دو تمبيراتور دو ليكيد دو روفواليسمون. اذا هنايا نشوفوا عندنا جوج حوايج، عندنا جوج حوايج، عندنا كابتو ديال ليكيدو فايسمو، عندنا الموتيتور. عندنا السياره هي 2005 اودي، اودي ا 3 موديل، موتوريزاسيون موتور ان اف تي دي بي دي. اذا ندخلوا دابا للشيما، شوفوا الشيما ديال الفلفله، إلا بالنسبة للكاتو ديال الكاتو ديال طومبيراتور ديال ليكيد دو رفواليسمون، هاد الكابتور هاد لقينا خيط مقطع غير حدا تما حدا الكابتور، كان سكوتشي لقينا مقطع. غنشوفو الفونتيلاتور دو ليكيد دو رفواليسمون، غنمشيو نرجعو للشيما جلوبال، واندين ديغرامز نمشيو هنا للاديسيونال سيركوي دي غرانس اير كونديسيونين اند انجين كولين، ناخذو اوتوماتيك لان السياره فيها اوتوماتيك تمبيراتور كونترول. اذا كما كتشوفو هادي هي انجين كولنت بلاور موتور كونترول مودي، هادي هي الفرفاله والبواشي ديال الفرفاله. وهنا كاين جوج فرافر، كاينه فرفاره عندها بواشي ديالها والفرفاره كتخرج الفرفاره وحده اخرى، كاينه فرفاره هنا فيها خيوطه صافي، وكاينه فرفاره هنا فيها غير موتور، وكاينه فرفاره فيها كاكيلاتور بليس موتور. غنشوف الخيوطه اللي داخلين هنايا، كاينين هنا اربعه الخيوطه، الالوان ديالهم كاين واحد بالنسبه اللي داخلين البواشي، كاين هنايا كاين الجرين الخضر، وكاين البلاك الكحل، وكاين ريد احمر، وكاين براون القهوي. واللي خارجين منها وغيمشيو للفلفله اخرى كاين الاحمر وكاين القهوي. اذا غنمشيو للفلفله اللي حيدنا هي هذه الفلفله اللي بدلنا. اذا كما كتشوفوا الالوان اللي شناهم دابا في الشيما هما هذو، كاين الاحمر وكاين ريد، كاين براون قهوي، كاين جرين خضر، وكاين بلاك كحل، هما هذو. وهاد الكاكيلاتور كتخرج الاحمر والقهوي للفلفله اللي كتكون في جهه اخرى، لان كاينين جوج ديال الفلافل. هنا عندنا فيش تيسق فيش، عندنا فيش هنايا تيركب فيش. بالنسبه للاوتو داتا هنايا، هنا كيبان لكم واحد السهم، قربوا شويه هنايا، قربوا مزيان. هنا كيبان لكم واحد السهم هنايا، ها هو السهم. هاد السهم هذا تيعني لك هاد الفيش، هذا السهم كيعني بان لك كاينه ملاقيه فيش، كيعني بان كاينه فيش. هنا الا مشينا لهاد اللوان هادو، الا مشينا لهاد اللوان هادو، عندنا هنايا كاين كاين ريد وايت، يعني احمر احمر ابيض، وكاين زرق بلو ريد، كاين زرق احمر،
وكاين يلو فيولي وكاين صفر صفر وفيولي ولتحت كاين عندنا هنايا براون تيبقى براون ما كيتشونجاش وريد تيبقى بالنسبة للخارج اللي خارجين لهنا ما كيتبدلوش إذا نشوفو اللي كيتبدلو نشوفو دابا هنايا إذا هادو هما الألوان كاين ريد وايت وكاين ريد وايت هاو كيبان لكم ريد وايت أحمر أبيض وكاين زرق أحمر وكاين هنايا صفر فيه الفيولي إذا كيما كتشوفو هادو هما عطاوك حتى الألوان كيفاش دايرين وهنا عطاوك بأن الفيش هنايا بأن الفيش غادي الفلفل هنايا وغيتلاقى مع فيش آخر حتى في الشيمة هنايا كيما كتشوفو هنايا نقربو هنا عاوتاني باش تشوفو كيما كتشوفو هنايا كاين الفيش الفيش هذا هو هذا الفيش الصغير هو هذا كيتلاقى مع الفيش اللي داخل الفلفل إذا هاد الفلفل الكاكيلاتور شنو كان فيها الكاكيلاتور كان فيها كوسيكو الداخل وهي اللي كانت كتبقى مخلية الفلفل تبقى خدامة ديما كتخلي الفلفل كتبقى خدامة ديما إذا حنا شنو درنا بدلنا الفلفل وبدلنا وصيدنا الخيط ديال الكابسول ديال الكيدرو فاليسمون وديما كاين شي مرات تيكونو ديفوات كاين شي مرات شي سيارة ما تيكونش ديفو واحد تيكون شي جوج ولا ثلاثة كاين شي مرات كتلقاو السيارة فيها ثلاثة ديفوات خاصك تصيب ديفو الأول وخاصك تصيب ديفو الثاني وخاصك تصيب ديفو الثالث وهادشي اللي بغينا نقول لكم وشكرا.